طالما كنت راغبة في التحدث عن القرية التي ولدت وترعرعت وما زلت أتعلم فيها، مع أن الجميع يراها مجرد قرية عادية وظالمة، إلا أنها عكس ذلك تماما. إنها قرية ويرغان، يسر الله من واوها واد وورود ووئام للأسف لا يراه أحد من سكنتها، وجعل من ورائها رجالا راغبين في رؤية تراث هذه القرية كان ولا زال بين كفوف أطفالها. ومن جائها كلمات تعني الكثير، كمثل قولهم كي خاك النظم نربي لمكش مزوارة تشتيا الكسواتي، أو قول أجدادنا جيوي خنك القياس نكيوفا. ولا ننسى ألفها الذي خلق منها سبحانه أشجارا للزيتون، طالبا أهالي هذه القرية السلام والمحبة بينهم. ونختتم بنونها الذي رزق بها الله هذه القرية، وهي أكبر نعمة، فقد جعل من نونها نساء جعلت كل واحدة منزلها قصرا، وجعلت من نفسها ملكة له. إن غابت غاب كل شيء، وإن حضرت استقر كل شيء، ووضح لأهل البيت وضوح الشمس. يا نساء ويرغان، حياكن الله على اجتهادكن وإصراركن وصبركن على طيش أولادكن وبناتكن. هكذا اختتمت ويرغان صورتها، وكما سبق وقيل ختامها مسك عطور تمددي، ودعوة يجيبها ربي سيدي. يا الله، احمي هذه القرية من كل فاسد يريد رؤيتها تتلاشى وتتدمر. اللهم اهدي أبناءها واغرس فيهم رحمة على هذه القرية التي رأت ولا زالت ترى أشياء يخجل اللسان الاعتراف بها.